قصة أم 100 رجل. لما غادي تفكر باللي أنها تبدل الحال ديال الأسرة ديالها وتكافح وتجاهد وتعطي الغالي والنفيس، غادي تجي شيطانة في هيئة إنسان اللي غادي تدمر كل فرد من هذه الأسرة بالسحر والتوكل. حكاية اليوم من واقع مجتمعنا المر، واللي غادي تحكي ليا من فرد من هذه الأسرة بتفاصيلها المملة والمؤلمة. حكاية للعبرة والاستفادة، خصوصا إهداء للناس اللي كتثق في أي واحد. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كيف العادة، إذا كنتي من العائلة فالدار دارك، وإذا كنتي غير دايز وبالك الفيديو ودخلتي فمرحبا بك، ويشرفني أنك تنضم للعائلة ديالنا اللي غادة وكتكبر، وهادشي كيفرح ما شاء الله. قصة ديال اليوم قصة واش من قصة، قصة اللي فيها كفاح وتفاؤل في نفس الوقت، ثقة اللي غتأدي بأصحاب هاد الحكاية أنهم يتآذوا من شر الخلق بالسحر والتوكال. فصاحبة القصة اختارت كاسم مستعار وصال. لنبدأ. كتقول وصال الإنسان المتفائلة والجميلة قلبا وقالبا، غنبدا لكم حكايتي من الزيرو. حنا 6 ديال الخوت، 3 ديال الولاد و3 ديال البنات زائد الأم والأب ديالي. حنا 8 ديال الاشخاص اللي عايشين في واحد البيت في السطح مزاحمين، والماء والشتاء كلشي كيفاض علينا. كانت المعاناه فعلا، ولكن الحمد لله كنا مرتاحين داخليا، وكنا حنا الخوت مفاهمين وحاضنين بعضياتنا. فالاب ديالي بحكم انه كان كيشتغل مع ناس كبار في الدوله فكان يشد فلوس صحيحه، ولكن للاسف هو من النوع اللي كان كيخسرها غير على راسه. كل مره قبل ما يخرج الصباح للخدمه كان كيخلي الوالده 10 دراهم، 10 دراهم في النهار، بلا ما نساو بلي حنا 7 ديال النفوس. اما الام ديالي فهي انسانه نيه ونقيه داخليا، ماشي حيتاش امي ولكن حيتاش كلشي تيقول نفس الكلام. بيناتنا عمرني عقلت انها دعات شي دعوه وتاخرت ليها، سبحان الله والحمد لله على هذه النعمه. دائما ما كان مولانا كيستجب ليها، ولكن حيتاش هي بدورها كانت انسانه ذاكره وما كتخليش النوافل ديالها، وديما غرقه في الخلوه مع مولانا، ورغم المعاناة ورغم الألم فكانت راضية وحمد الله. المهم الأم ديالي إنسانة قارية وواعية، وكانت قبل ما تزوج بالوليد كانت مهندسة في داكشي ديال الإلكترونيات، بمعنى مثلا هي اللي كتصايب البلان بحال ديال الكاميو وكتعطيه لهم يركبوه، ولكن لما تزوجت بالوليد ديالي جلست. الوالدة بدات كتبان ليها بلي المسؤولية غادية وكتكبر، وحنا 6 ديال النفوس وبها هي 7 والاب بحيله ما كاينش، فقررت باش انها تخرج تعاون ودير دروس اضافيه. ايوا الفلوس اللي كانت كتشد هما باش كانت كتصرف علينا. الوالده بعت علينا حلقاتها، الكورميطه ديالها، السنسله، ودارت بزاف ديال الحوايج. في المقابل كانت ديما واكله شي طريحه ديال العصا من عند الاب ديالي. حنا بدينا تنكبروا والدرب اللي كنا ساكنين فيه بدا تيخياب، بمعنى بدات كتبان فيه البليه والمصائب. في هذا الوقت بالضبط ماما غادي تقرر باش انها تخرجنا من هذا العالم، وبما انه كان عندها صديقات ميسورات فغيجمعوا لها واحد البركه خفيفه وهي غادي تكمل من عندها، وغادي تسلف حتى نشري واحد الدار، دار بمعنى بيت وصالون وحمام، وحنا بينات 8 ديال الناس. الوالد كيف قلت لكم ما مسوق لحتى شي حاجه، اذا خاص شي كتوبه اولا اي حاجه ما كيعقلش علينا، واذا عطاك كيعطيك ديك 10 درهم في النهار. الاغلبيه ديال الوقت كتسمعي غير ما عنديش ما عنديش، مع شويه ديال العصا وهذاك المعيار اللي كيحطم. ورغم هذا الشيء الحمد لله، فبقوه ما الام ديالي مدابزه مع الوقت وداك الواقع اللي كنعيشوا فيه، فكل مره كانت كتمرض والطبيب اللي مشات عنده كيعطيها مخدر باش انها تهدن الاعصاب ديالها، الى ان جاء واحد اليوم وغادي نديوها لعند الطبيب وغادي يقول لها باش انها تحيد الرحم لسبب ما. المهم بالصدفه غادي تكون واحد الشركه كورية اللي دخلت المغرب عندهم واحد الاجهزه اللي كيعالجوا المشكل اللي تيكون في الذات، غتبدا تمشي دير الحصص اللي اذا خرجت مع 8 ديال الصباح كتوصلها النوبه مع 12 ولا 1 ديال النهار. غادي يستمر هذا العلاج لمده 10 ايام، وهي كتكافح رغم الالم ورغم النزيف اللي كان فيها كل نهار بدون انقطاع، ولكن دائما الحمد لله مولانا غادي يلطف، ومن بعد 10 ايام غادي تقدر تشافى بدون ما انها تستأصل الرحم ديالها، وهي رجعت لصحيحتها الحمد لله. ودابا غادي تفكر باش انها دير المشروع. اش من مشروع؟ مشروع نتاع هاد الاجهزه اللي كانت هي كتعالج بهم، ولكن باش غادي ديرو كان خاص يكون عندها ما بين 40 حتى 50 مليون، وهي ما عندها حتى شي ريال. وسبحان الله كيف ديما بقات كتطلب مولانا حتى لقاها
مع واحد الناس اللي حتى هما كانوا باغيين يديروا شي مشروع ولكن ما كانوش عارفين اش يديروا. المهم هما غادي يتفقوا معها باش انها تدخل بالمشروع وهما غادي يدخلوا بالفلوس. غادي يمشيو يشوفوا المقر فين يديروا هذا الشيء ومشاو وشافوا حتى الاجهزه الى اخره. الوالده غادي تبدا الخدمه، شنو غادي يديروا؟ غادي يعطيو ليها 30% وغادي ياخذوا كل شيء. صحيح انهم حاطين فلوس ولكن الخدمه كانت فيها تماره وكتبقى واقفه عليها، والانسان اللي تيكون تيبيع هذه الاجهزه خصو يكون بضمير وكيخاف الله، لانه يقدر شي واحد يبيع داك الجهاز ماشي نتاع هذاك المرض ويتسبب في صاحب المرض بشي كارثه. المهم ولات كتدخل لهم في الشهر ملايين صحاح، كاين شي نهارات اللي كتدخل لهم فيهم حتى 10 ديال المليون. من حيتاش هاد الاجهزه كانوا فيهم بزاف ديال الانواع وكانوا خالين، فاش بدات معاهم كانوا تيعطيوها 7000 درهم في الشهر، 140000 ريال. واحد الوقيته هاد الناس فاش بان لهم بلي انه الفلوس صحيحه اللي كتدخل وهما يطمعوا، وما داروش بحساب التماره اللي كانت كتضرب وما داروش بحساب الصحبه اللي كانت بيناتهم، وها هما بداو كيفكروا كيفاش انهم يجريو عليها من الخدمه. المهم فاش قالوا ليها غتمشي في حالك، قالوا ليها عندك في هذا الشيء كامل 5 ديال المليون، وهي كانت خدمت معاهم 3 سنين. حنا كولادها ما تقبلناش هذه الحضره، مشات الوالده شافت محامي وطلعات ونزلات وعاد خدات 44 مليون، وهذا الشيء بلا ما تخلي المحامي انه يحكر ويدخل في تفاصيل وحده اخرى. اما كون كانت جات اكثر نزيدكم والله العظيم واخا داكشي كله اللي داروا فيها مازال مسالمه في حقها ومسالمه حتى معاهم وكتفكر فيهم. المهم مره اخرى ما غاديش نستسلموا وغادي نبداو من جديد ومن والو. الوليد فاش شاف هاد 44 مليون ضرب الوالده وما بقاش كيخلينا ندويو معاها، ما عرفش شنو قال ليه راسو ولا غير كيتحكم فيها علما انه ما كانش كيتسوق لا لينا ولا ليها، وحاول انه باش يختلس منها واحد النسبه ديال الفلوس، وحنا ما كانش عطينا فرصه حتى باش ندويو معاها او حتى نجلسوا ولا نخرجوا معاها. للاسف هادوك الفلوس تقريبا كاملهم مشاو، كانت الصدمه. فبقات منهم شي حاجه قليله بزاف، بقينا ساكنين في نفس البلاصه ونفس الدار، بيت وصالون، ولكن الحمد لله بدينا كنتحسنوا بشويه بشويه، بدينا كناكلوا مزيان، بدينا كنلبسوا مزيان. المهم الام ديالي غادي تفكر باش انها دير نفس الشركه، ولكن قررت باش انها هاد المره تبدل المدينه. فعلا غادي تمشي لمدينه واحده اخرى اللي بعيده واللي غادي تشوف فيها محل. المهم غادي تحل الشركه، وكيف العاده الوالده ديالي غادي تكون مجده فيها. فالناس اللي فيهم الجيران وشي اشخاص من العائله بداو كيتعجبوا وكيقولوا هادو كانوا ساكنين في بيت في السطح ودابا عندهم شركه، كيفاش داروا ليها؟ المهم كانت الغيره بزاف وما تصدمناش ليهم. فامي غادي تسلف الفلوس حتى حلت هاد الشركه، وغادي ينتقلوا معها 4 ديال خوتي، انا وواحد خويا غادي نبقاو مع الوالد. بقيت حيتاش كنت كنقرا في لافاك، امي غادي تبدا في الشركه وكانت اختي هي اللي كتكلف باش انها توظف ليها البنات. وهنا غادي تبدا القصه ديالنا مع التوكل والسحر. في هذا الوقت اختي كيف قلت لكم كانت تتعاون الوالده، وهي اللي كانت كدوز لي زونتروتيان للناس اللي كيجي باش يخدموا عندنا في الشركه. غادي تجي واحد الانسانه ما بين هاد البنات، غادي تدوز لها اونتروتيان كيف قلت لكم اختي، ولقاتها كتعرف كلشي على هاد الاجهزه بالتفاصيل ديالها، بحال قاريه عليهم ولا كانت خدامه فيهم، علما انه هاد الاجهزه كانت غير الوالده مع الشركه الاولى اللي واقفه عليهم، وهذه اللي حلات هي دابا. المهم السيده دارت بلاصه وكانت كتبان فيها كتخدم وكتعرف تهضر وتقنع، كانت عندها الكاريزما. المهم اختي غادي تقول لماما بلي هاد خيتي غير خدميها معاك، ولكن راه بحال تحت راسها شي حاجه ردي البال معاها. قالتها الوالده حيتاش كتعرفها بلي انها كتخدم بالعاطفه بزاف واي واحد يقدر يديرها بها. فعلا غادي تخدمها معاها. في هاد الوقت بالضبط غادي يكون خويا الكبير جالس مع الوالده، ومره مره كان كيطلع عندها الشركه وديما تيقول ليها بلي هاد السيده راه ما داخلاش ليا لخاطري، ونفس الحاجه سبحان الله معايا فين ما شفتها كنحس بلي تحت راسها شي حاجه، ديك القفوزيه اللي فيها وسبحان الله ديك القرب اللي كانت كتقرب من ماما ما كانش ديال الخير. ماما منين شافتها كتدخل ليها الفلوس وكتبيع مزيان وكتعامل مع الناس مزيان، وعاوتاني الاخرى عرفت النقطه الضعف ديال الوالده، ولات ماما كتشوفها بحال شي وحده منا، ولات كتمشي عندها حتى للدار وغادي تثق فيها ثقه اكثر من عمياء. الاخرى غادي تضر بخويا واخا ما كانش كيحملها، وغادي تمكن منه وتقدر توكلو شي توكال على طريق ماما. ماما غادي تقول لخويا بلي اذا بغيتي تزوج انا معاك، ماما غادي تقول لخويا اذا بغيتي تزوج بها فانا معاك، علما ان هذه السيده انسانه مطلقه بنت عندها 10 سنين. فعلا خويا كان ناوي المعقول وغادي يشارك معنا الخبر،
انا عمرني بغيت، ولكن هي كيفاش كانت كتصرف راه ما يمكنش ما تبغيهاش. واحد النهار غادي تعيط لخويا وغادي تقول ليه اجي لعندي دابا، غادي يمشي، وعلى حساب اللي كيعاود هو انه كان تيحس بلي هادشي كيديرو فوق من طاقته. فلما وصل عندها غادي يشوف وجهها غادي تخلع، بان ليه بحال شي شيطان ما عرف ما يدير، بغى يزيد فحال، ولكن كانت عندها طريقتها الخاصه باش انها تشدو. وفي هذه الاثناء غادي توقع ما بيناتهم علاقه، وللاسف غادي تكرر شحال من مره. وكنأكد بلي انه خويا كان كيأكد لينا بلي هادشي كله كان تيديرو فوق طاقته. من بعد غادي تحمل منه، وعلى ما كتقول هي والله اعلم كانوا عندها توام وانها دارت اجهاض، وهذا الشيء غيبقى على رقبتها. كتقول يا وصال وانا كنعاود ليك بزاف ديال الاحداث اللي دازوا وكيدوروا دابا في راسي، ولكن غادي نختصر ليك باش ما نطولوش اكثر. المهم بما انه الدار كانت الفوق والشركه كانت لتحت، فكانت الوالده ما بقاتش كتطور في الشركه، ولات غير مهتمه وكتحس بالخلعه، وما بقاتش كتقدر تهضر حتى مع الناس، ولات غير مخنزره وما بقاش عندها الخاطر نتاع حتى شي حاجه. اما لالا مولاتي انسان الاخرى فهي اللي تكلفت بكل شيء، لدرجه انها جرات على 7 ديال المساعدات، ولات عندها الساروت ولا عندها كل شيء. تخيلوا خويا ولا خاتم في صبعها، وجهه كحال وغير حال في متابعه، الوالده غير مريضه وطايحه وشاده الفراش. تخيلوا وكلات حتى من خواتاتي بزوج، ماشي مره ماشي زوج، ولكن انا كانت مره واحده. فديما فاش كانت كتمشي الوالده وتديني معها كانت تتاكد باش انني ناكل، وما كنتش كنبغي، وحسات بلي انني عقت بها باش غادي نتاكد انه واحد النهار غادي نتسخر عندها للدار، وكانت عارفاني بلي انني كنحماق على الحلوه. غتقول لي صايبت لك الحلوه، ولكن راه بحالها غملات. وقالت لي هاكي واش بغيتيها، قلت لها عطيها لبنتك. قالت لي لا ما كتاكلهاش، قلت لها واكليها انت، ما كلاتهاش. كانت كتبان ليا الشيطان في هيئه انسان، كانت كترش على هذوك الاجهزه الدم، وكنلقاو ديما في العتبان تاع الباب العجب. هاد السيده غادي تطور وغادي تنقز لمرحله واحده اخرى، هي انها تولي تختلس من الشركه. حتى بدينا كنحسوا بالافلاس، الامور غاديه وكتهبط، الناس ما بقاوش كيجيو. الوالد غادي يجي لعندنا ديك المدينه اللي فيها الشركه، وهو من النوع اللي حتى شي حاجه ما كتفلت عليه، غادي يقول امي بلي هاد خيتي هي السبب في هاد الشيء، وهي اللي كتخوي هاد العجب في الشركه، وهي السبب فاش انها كتجري على الناس. هاد الشيء كامل تنقول لكم راني ما جيباش من راسي، حيت فعلا عشنا شي احداث اللي كياكدوا لنا هاد الامر. فعلا من بعد غادي نكتشفوا بلي انها كتسرق الاجهزه وكتبيعهم من قنت اخر، وكتقاسم الفلوس مع هادوك اللي صيفطوها. بما انه والديا ما كانوش مفاهمين، كانت هاد الشيطانه كتمشي عند الوالده وتقول ليها راه كيجي وكيبدا يدوي مع العيالات، وراه هادي وراه هادي. المهم كانت كتشوط ما بيناتهم. حتى لواحد النهار غادي يدخل الوالد للشركه وغادي يبدا يقرا فيها يقرا فيها يقرا فيها، وغادي يبان ليه بحال واحد الخيال كحل خروج من تحت الباب ديال الشركه. وصال كتقول والله العظيم كنعاود لك هذا الشيء وكلي كنتبرج. المهم الوالده هذا الوقت ما كيبان ليها حتى حد من غيرها هي. من بعد ما دار الوالد جميع المحاولات باش انه يقنعها تجري على هذيك، غادي يستسلم وغادي يمشي فحالو، حيتاش بان ليه بلي انه امي ما كتسمعش ليه، فما كفاهاش باش انها تشوطن ما بين امي وبا، وغادي تنقز ليا وما خلات ما دارت باش انها جبت لي صداع مع خويا. فكل مره كتقول لي اختك ما عرفتش فين مشات، اختك ما عرفتش فين كتمشي، اختك راني شفتها هنا راني شفتها هنا. حتى لواحد النهار اني عاقله قالت لخويا جيب اختك الصغيره تبات معايا، وفعلا جابها وخرج. ولما وصلت 12 ديال الليل غادي تسخرها لعند واحد الخياطه، حيت فهاديك المنطقه كانوا الناس كيصاروا حتى الاشمن الوقت. المهم فاش مشات اختي هي غادي تعيط لخويا بالعاني باش انه يجي للدار، باش انه يجي زعما يدي شي حاجه. وهو يسول على اختي وهي تقول ليه راه من شحال هذه وهي خارجه ومازال ما رجعتش. خويا ما رضاش وتعصب وهبط كيتسناها لتحت حتى جات داها للدار وتجبد صداع كبير وبزاف بحال هاد الاحداث. المهم بالنسبه للشركه غير كنخلصوا ليها في الموضوع، ما بقات كتدخل والو، وهاد خيتي غير كتشد الخلاص بلا فايده. فكرنا وقررنا باش انه نجيبو راقي اللي يقرا لينا، لعل هو عسى انه يتحيد هادشي. غادي نجيبو راقي معروف في المدينه اللي كنسكنوا فيها، وغادي يقول لنا بلي انه عندنا شي حاجه بزاف، عندنا المحله، ومعناها على حسب ما شرحت لي وصال والله اعلم انه هي اللي كتكون عند الناس اللي عندهم الطابله زعما الشوافات واللي تيكون فيها الجن بسبعه.
المهم مشينا عند واحد الفقيه وخلصنا الزباب ديال الفلوس وتعكست المجيه ديالو ما مره ما زوج. في الاخير غادي يطلب من الوالده تصويره ديال المحل وغادي يلقى العجب وغادي يطلب منا باش انه نجيبو معنا هاد خيتي حيت فين مرشات كانت كتجي كتقولها الوالده تبدا تقول ليها راه مع شكون رش هنا وهنا وكتبان عليها بلي انا هي مولات الزبله. المهم والو ما بغاش تمشي معنا ما خلينا ما قلنا وحاولنا بجميع الطرق. في الاخير غادي نديو غير التصويره ديالها مع التصويره ديال المحل وغنلقاو بلي فعلا هي مولات المشاكل. ما عرفش هاد الفقيه باش كيستعن باش انه يعرف هاد الامور ولكن اكد لينا بلي هي وحنا اصلا كنا عارفين حيت غير من فعيله. غادي يقول لينا بلي هاد المحل وكانه مهزوز من الارض وما كاينش بقوه السحر والخدمه اللي مديوره فيه. هاد الوقت بالضبط فاش مشينا عند هاد الفقيه واللي كان في مدينه واحده اخرى هي غادي تحس وغادي تولي تبغي غير تخرج. كنقولوا والله اعلم يمكن اذا مشات عند شي شوافه على اساس اننا زعما بلي عقنا بها. المهم السيده شافتنا تبدلنا معها وحتى خويا اللي كان معها في علاقه غير شرعيه وهو ما فايقش بشنو كيدير واخا كان ناوي مع الحلال فبطريقتها كانت سلباته وخلاته ما يعقل على حتى واحد فينا. ولكن هاد الشيطانه ما خرجت من الشركة حتى خسرت كاع الأجهزة ديال الشركة وسرقت من أمي فلوس صحاح ما هما 10 مليون ما هما 20 مليون. تخيلوا من بعد غنكتشفوا بلي أنا كل شي في الدرب عارفها بلي كتسحر ودايره يديها مع شي فقيه إلا حنا كيفاش الله أعلم. مشات في حالها من بعد ما خربت الشركة. حاولت اختي الكبيرة باش أنها تجي تحيي الشركة من جديد. أنا غادي نوقف القراية في الجامعة حيتاش كنت في السنة الثانية من الأدب الإنجليزي ومشيت نعاون الوالدة على الشركة حيتاش هي مناش كنا عايشين. فاش مشات اختي الاخرى غادي تصيفط ليها سحار وسبحان الله من قبل اختي غادي تكون كتصلي وغادي يبان ليها هاد نفس الانسان وكذلك هو مثال مع الوالده غادي تشوفو في المنام نفس الشخص. والنهار اللي غادي تهبط للشركه غادي تلاقى معاه وغادي تقول لاختي امي غادي تقول لاختي راه هذا هو اللي شفت في منامي. فهو لما كان تيجي للشركه عند اختي كان تيجي على اساس انه زعما كليان وكيخليها انها تقول كل شيء بدون فاصله ولا نقطه بالمعنى العامي ديالنا كانت كتسرسب ليه كل شيء. واحد النهار غادي تطلع اختي تصلي وغادي نبقى انا في الشركه لتحت وغادي يجي واحد الرجل ويقول لي اعطي هذه لاختك فلانه كانت قرعه ديال العسل. انا ما على باليش طلعت للدار وهذا كان غلط اخر كبير درناه هو انه اللي جاب لك شي حاجه كتاكليها في حين ان الخدمه كتبقى خدمه واللي جاب لك شي حاجه الله يخلف عليه لوحيها حيتاش ما كايناش الثقه. اي واحد كيسمعني ما ديروش شي حاجه فمكم بلا ما تعرفوا منين وعلاش وكيفاش وما تاكلوش اي حاجه تعطات لك. المهم طلعت داك العسل للدار كلو منه خوتي وحتى انا كليت منه واحد شويه ومن بعد غادي تعيط للوالد غادي اختي وغادي تقول ليه بلي انه واحد السيد جاب لي العسل قال ليها خلي ليا شويه وهي تصيفطو ليه. واول حاجه دار وهي انه قرا على القران وبدات كطلع ليه شي حاجه واحد مولاتي الكشكوشه ولكن حنا قلنا راه عادي. من بعد واحد السيده جارتنا كانت مريضه واقفه على العسل وعطاه ليها وسبحان الله غير غادي دير ديك المعلقه في الماء واش باش تشربو ولا تعطيه لولدها غادي تهرس الكاس. في الاخير تحد ماكلاه ربي نجى الوالد ونجى حتى الجاره. هاد خينا اللي جاب العسل من داك النهار عمرو باقي رجع ولا بان. ودابا كنتفكر وشحال من واحد جا لعندنا على اساس انهم مرضى محتاجين دوك الاجهزه اللي كنبيعو وهما كانوا غير سحاره اللي كيتصيفطوا لينا. بزاف ديال الاحداث اللي صراحه ما غاديش تقدني في هذه الحلقه. المهم حاولنا باش اننا ندخلو من الشركه واحد واحد في المية. اختي تزيرات داخليا وما بقاش قادره تجي وانا ماشي هادشي اللي قريت. المهم حاولت باش انني ندير اللي قدرت عليه. من بعد سبحان الله غادي تجي كورونا وبالنسبه لينا كانت خير حيتاش كان خصنا نسدو وما بقى ما يدار من 300 ولا 400 واحد في النار ولاو كيجيو غير 20 في النار. وهنا فين غادي تبدا المعاناه ديال خويا اللي كان مع ديك الشيطانه. غادي يولي بحال شي حمق ولا كيتعاطى وحالته حاله واذا شفتي فيه كيخلع. واحد النهار غادي يصيفط للوالده ميساج فيه غادي نفديك بروحي ودمي ولا غد لي غادي نلقى الشركه عامره بالدمايات. تخلعت. من بعد غادي نكتشفوا بلي انه دخل شي رباعه ديال صحابو وتخدروا وشي واحد فيهم ضرب يديه. خويا من حافظ للقران والرزانه والادب الى انسان حمق. اي واحد هو شافو تيقول عليه هذا تابعني وهذا بغى يقتلني.
في يمات الحجر الصحي غادي يبدا كيصلي ويدير القيام ويواظب على سورة البقرة، ولما كيقراها كيبدا يغوت وتخيلوا شي 12 صوت كيتسمع معاه كل مرة صوت في شكل. اختي اللي كانت معاه هي اللي كانت كتعاود لنا هادشي بالتفاصيل. احنا غادي نتجمعوا من جديد نرجعوا للمدينة اللي كنا فيها من غير اختي الكبيرة اللي تزوجات واختي الصغيرة اللي بقات تما حتى هي كتكمل قرايتها. خويا وصلت بيه المرحلة انه ما كيخرجش من الدار وما كيتيق في حتى شي حد فينا حنايا، وباقي موضب على القرآن، ولما كيبدا يقراه كيقراه بالخوات وجميع الأصوات أنا شخصيا سمعتهم فيه. داكشي بزاف وتقدروا تقولوا بلي كانت فله، ولكن والله اللي شاهد عليا إذا هادشي بصح. غادي نجيبوا راقي واحد آخر، ولكن للأسف ما تيخدموش معنا بنيتهم وغير كيديو فلوس بدون نتيجة. خويا غادي يبقى عام وهو في هاد الحالة كيعاني، والمشكل ماشي غير بوحدو وحتى حنا معاه كنعانيو من هادشي ديالو. الحمد لله حاول باش انه يقاوم وانه يلقي راسو براسو، واخيرا انه هادي شهر باش انه يقدر يخرج للزنقة. اما الوالده مسكينه تشمعات ليها الكبده وما بقاتش عندها توازن في المخ ديالها. اما عني الحمد لله على كل حال كنطلب من مولانا انه عمره ما يسمح لديك السيده اللي دمراتنا كلنا وفرقاتنا من كل واحد كان ديها في مستقبله حتى حد فينا ما بقى حامل يدير شي حاجه، وهذا الامر ماشي نفسيا ولكن جسديا اكثر. ولات العداوه ما بيناتنا والنقاشات والرقات كلهم تيقولوا لينا نفس الهضره باللي باقي داك الشيء مأثر فينا ومازال ما تبطلش. كلهم تيقولوا باللي انه مستحيل هذا الشيء كله اللي مخدوم فيكم وانتم باقيين واقفين وعايشين. وفعلا رغم هذا الشيء كله احنا باقيين متفائلين وتنحسوا باللي مولانا راه معانا رغم هذا الشيء كله. هذا الوقت انا اللي كنت المعيل لهم عن دوري اللي مريت من هاد التجربة اللي ما كانتش سهلة. كنوصي اي وحدة ما تباتش عند شي حد من غير دارهم، حيت اختي الصغيرة كانت كتبات عند ديك الشيطانة وتمشي معها الحمام، وهديك استغلات هاد النقطة وسحلت لها في حويجها اللي غادي تخليها انها تفقد السيطرة ديالها في بعض الامور وتشدها بعض النوبات اللي كتولي كلها معوجة والنفس ما كتبقاش عندها. وصال عودت لي احداث كثيرة وكتضر في القلب. بكات ولكن التفاؤل في صوتها كان اكثر من البكاء والحزن، ولكن كل مرة كتقول أنا عاود لك بالمختصر المفيد. وأخيرا كتقول من بعد ما فقدنا الشركة رجعنا لحالتنا الأولى ديال بيت وكوزينة والحمد لله. بالنسبة لي ورغم هادشي كله غير منين أن الأم ديالي باقا في الحياة وخويا ما تستاش وزيد وزيد، فهذاك هو الفضل. حيتاش أنا أكيدة بلي إن شاء الله غادي يجي واحد النهار وقريبا غادي نتنقاو من هاد الخبث وغادي نرجعو أحسن من الأول، حيتاش هاد السحر والتكال خلى مخلفات كثيرة على كل فرد من عائلتي. أنا حاليا محتاجة دعواتكم ليا باش يكمل عليا الله بالخير، لأنه أنا في التحضيرات ديال العرس ديالي. وعلاش طلبت منكم دعوات؟ حيتاش خويا غادي يحصل شي واحد جوقف قدام باب نتاع داري وبغى يدير ليا شي سحر. عافاكم كنأكد لكم ما تيقوش في حتى شي واحد، ونسأل الله السلامة والعافية ونكون بقلب راضي بكل شيء. فأنا وعائلتي عارفين بلي هادشي كله اللي كندوزو منه ما هو إلا امتحان، وأنا متأكدة أنه غادي يجي واحد النهار وغادي ندوي معاك وغادي نقول لك بلي حنا بخير ودرنا شركة واحدة أخرى وتنقينا وتفاصيل واحدة أخرى. وهذه هي كانت حكاية وصال، وصال المتفائلة رغم تفاصيل قاسحين دازو منهم، أم وصال المكافحة تبارك الله. فهاد الحكاية كاين فيها دروس بزاف، ولكن أنا شخصيا استفدت أنه ثقة منعدمة في الغير إلا والديك. استفدت أنه الإنسان يبقى متشبت بالأمل ويكون متفائل رغم قساوة الظروف اللي كيمر منها. ودابا ما كرهتكمش أنكم تقولوا لي لتحت في التعليق أشنو وصلكم كرسالة أو كعبرة، وما تنسوش أنه وصال كيف ما حلت لكم قلبها ما تبخلوش عليها بالدعوات ديالكم. نتلقوا في حلقة مقبلة في عبرة اللي نستفدوا منها. سلام سلام.